هل الرجل الضعيف مشاعريا يسهل تدميره؟ اي شخص ضعيف مشاعريا يسهل تدميره، اي شخص، اي شخص رجل او امراه يسهل تدميرهم مشاعريا. لكن خلنا نقول كون انه المراه عندها طاقه في الجسد المشاعري اكثر، فبالتالي سهل تتطور في الجسد المشاعري اكثر من الرجل، وايضا سهل تتدمر اكثر من الرجل. يعني لو بقول مثلا عندي رجل وامراه، ما هي احتماليات تدمير مشاعرهم امراه ورجل؟ اقولك بدون ما اعرف اي خلفيه عنهم، بدون ما اعرف ولا شيء، بقول في احتماليه للمراه اكثر. لو مثلا بتقولين لي في رجل وامراه، ما هي احتماليه انه في جسد متطور مشاعري؟ بقولك احتماليه المراه برضو اكثر. فالمرأة يعني خلنا نقول القمم والقيعان حقاتها في الجسد المشاعري أوضح، لأنها أوسع وأكبر وأنضج، فمتوقع منها. وبعدين الحركة، الطاقة الكثيرة في الجسد المشاعري تولد معادلات صعبة. يعني كون أني أنا أخاف، أرتبك، أغضب، أحزن، أشعر بالوحدة، فتتكركب عندي أشياء وتتعمق، وبالتالي يصعب حلها. صحيح انه الرجل مشاعره ضعيفة، لكن ممكن انها تكون ايضا سطحية. فكون المشاعر سطحية في بعض الاحيان يعمل حماية من التدمير. لكن يعني ما اقدر اقول انه الرجل الضعيف مشاعري يسهل تدميره، لكن اقدر اقول اي شخص لديه جسد مشاعري ضعيف سهل ان يدمر.